انا اسمي محمد غيطاني، انا عندي 19 سنه، بعزف عود من حوالي سنتين كده. بدات في اول مسيرتي خالص ان انا كنت بتعلم عود لوحدي، يعني كنت بتعلم شويه مثلا من فيديوهات على اليوتيوب، بقعد استكشف شويه كده العود بيتعاملوا معاه ازاي، الحاجات ديت. قعدت اقرا شويه عن العود وبس. بعد كده بقى ابتديت ان انا اطور شويه، ابتديت انزل معاه الموسيقى وبس كده. وتمسك العود كم ساعة في اليوم؟ لا، بمسك على حسب اليوم، يعني مثلا في ايام بقعد فيها مثلا 4 ساعات عود، وفي ايام مثلا بيبقى اخري مثلا ساعة، اليوم ده بس ما بقى مشغول فيه. والمفروض يعني ان عشان الواحد يستمر يفضل اطول من كده في العود، يعني مثلا في ناس اعرفها بتقعد 6 ساعات، حرفيا 6 ساعات في يوم على آلة موسيقية واحدة بتقعد تتدرب. تختار العود؟ لا، انا بحب العود من زمان، العود من صغري، من وانا في ابتدائي اصلا كنت اما احضر مثلا حفلات موسيقى، بيبقى مثلا الاوركسترا فيها الات موسيقى كتير، لا العود لو مثلا الاوركسترا مثلا فرقه موسيقيه فيها عود، لا هو ده اكتر اله بتشد ليها. بس انا بحب العود جدا، العود من اقدم الات الموسيقى في التاريخ. في ناس هو لحد دلوقتي العود محدش يعرف هو العود اصلا اصله منين، من انهي بلد، بس معظم الناس بيقولوا ان هو اصله من العراق اصلا، لكن في ناس تانية يقولوا ان هو من مصر، في ناس تانية يقول لا ده من بلاد فارس كده. بس ايه الاشياء اللي قدمها لك مثلا الموسيقى والعود؟ انا بحب الموسيقى بصفه عامه، بحب الموسيقى. ايه اديتك ايه يعني اديتك ايه اديتني ايه اديتني ان انا بعمل حاجه انا بحبها مش اكتر، يعني هي انا بحب العود، وكان نفسي من زمان قوي ان انا اعزف عود. بقى عندي اوقات الفراغ بقت اقل بكتير، ان انا بستمتع مع ان انا بعزف عود وكده بس. ولو حد مبتدئ عاوز يتعلم؟ لا، لو حد مبتدئ، انا بيجي لي ناس مبتدئين كتير قوي عايزين، يقول لك انا عايز ابدا عود، والمشكله في حاجه ان هم ما بيشتروش عود، يعني دي بقى الموضوع، يقول لك عايز ابدا عود علمني. طب انت معاك عود؟ لا معيش عود. طب ما تشتري عود. هو الموضوع كله بيبقى عايز زقه، ان انا اشتري الاول العود، او اشتري سواء ايا كان الاله الموسيقيه اللي انا هتعلمها. بشتري الآلة الموسيقية وببدأ بقى أشوف أنا هتعلم مصادري. أنا المفروض ببقى قبل ما أتعلم حاجة أبقى عارف أنا هتعلمها إزاي. في مثلا ناس ما بتحبش تتعلم أونلاين، يعني في ناس ما بتحبش مثلا تفتح فيديو على اليوتيوب تقعد تتفرج وتتعلم، لا في ناس تحب مثلا تنزل تروح معهد موسيقى من أول مشوار وكده، يروح معهد موسيقى يتفق مع مدرس مثلا آلة موسيقية يجيله البيت كده. بس هو الموضوع كله بيبقى محتاج الدفع في الاول، ان انا اشتري الاله الموسيقيه اللي انا عايزها، بعد كده انا بقى محضر قبلها انا هتعلمها ازاي. بس يلا انا هعزف بس تقسيم على مقام النهوان، يعني مجرد تقسيم بس، بيبقى زي استعراض كده مثلا، ارتجال مش اكتر. بس thank you.
Thank you.